الصراحة ما ندري عنه. على الكمية يمكن حدود 2000 الآن في حال موجودة. يبدو نص الكمية راحت الآن. ما شاء الله تبارك الرحمن. عليها ما شاء الله تصل. ما شاء الله الحين هذه. هذه كلها طال عمرك في شيء منها الآن موجود في شيء حقيقة انتهى كميته. يعني صراحة إنه السحب أغلب اللي سمعتي قبل أنت. لا. أنا أقولك. مالك لو. السكين الحمر معروفة عندنا. إيه ما يحتاج. لكن الخيارة يمكن يعرفونها ناس وناس ما يعرفونها. إيه. قليلي. نبتة الخلف هذه معروفة بالغار. هنا. ما شاء الله موجود بالضغط ما شاء الله يمكن بالقصيم ما هي موجودة ما شاء الله نبتة فيصل بجيك أحمد نبتة فيصل كذلك أيضا ما شاء الله شقراوية كل الأنواع كل شوف لا بقول كل فرخ شوف هذه أفندي. أفندي. ما قد سمعت زبدة زبدة فعلا زبدة ما شاء الله حشانة حشانة معروفة تيجي تذوقه ذوق ثمرته واحد امه اسمه نجلة او زوجته ياخذ له واحده ياخذ له واحده حبيبي ابو زياد اصابع العروس الهديه ابو انا جازت الهديه اللي بالاسم اللي امه ايه يعني اسمها نجلة ايه ياخذ له هديه ويحطها ببيت غرسه ببيت اقول هذه امه هذه امه هديتي يا زين يا زين اصابع العروس ما شاء الله انواع انواع ما قد شفتها بحياتها شمشوله هذا شمشوله هي معروفه شمشوله انا حتى عن شمشوله شوف شو مو على النيدي صغير لكن والله قاعد يجي يذوق ثمرته وياخذ هالفرخ ذا جازت لك خذه وزرعه شوف الشرازيه بيتك باستراحتك بشاليه الحين اتوقع ترى ما اللي البيت اللي ما ابوه انخله ما ابوه ثمره او ذيك بقره تبي الاسنابه كامله يا زينك يا ابو محمد اسلم هذه تبي الاسنابه شوف تفاحه وهذه تفاحه دقيقه بعيد اسمعها اسمع الحين تمر اسمه تفاح انا انخلص وفعلا هي فعلا تفاح شوف نبته شلون الحقيقي يا ناس بحياتي ما شفت مثلها انا والله اول مره اشوفها طيب حلو الناس وش حلوه هي؟ طعمها حلوه شيء خيال وتثمر وترطب الحين حلوه اذا صارت مناصيف ولا كذا؟ لا مناصيف بعد زين كذا؟ وان جت رطبه حلوه يق ما شاء الله طبعا انواع كثيره انا بدي اروح لك باذن المغرب ما قضينا عاد بل